السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض 3 مواقع عربية بتشتغل من خلال الذكاء الاصطناعي. بمجرد ان انت اشتركت فيهم فهو بيديك امكانيات ان انت تديله مثلا موضوع معين يناقشك فيه، او تقول له اكتب لي موضوع مثلا عن المباني الحديثة او الانسان الالي او السيارات ذات القيادة. يبدأ ان هو يكتب لك الموضوع دوت، يقدر يعمل لك صور، يقدر يعمل لك موقع نت، يقدر يساعدك في كتابة المحتوى، يفصل الصوت عن الموسيقى او يحول لك النص للكلام. ممكن تقول له اكتب لي موضوع، يحط لك الصور برضه في قلب الموضوع، يعمل لك اللوجو، يحسن لك الصور. فدي امكانيات ممتازه جدا ما شاء الله موجوده فيهم. وممكن انت تسطب التطبيق عندك على الاندرويد او الايفون، في امكانيات كتير جدا ومزايا كتيره جدا. طيب خلينا نقول له دي طبعا الباقات، لو حد عايز يشوف ايه عايز الاشتراكات. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين توليد الصور مثلا او توليد النص. ممكن يكون عندك منتج فهو يبدأ يساعدك في كتابة الدعاية ليه او اي موضوع انت عايزه. في ادوات كتابة، ادوات ميديا، ادوات للشركات، ادوات للمطورين. لو مبرمج مثلا ممكن يساعده في كتابة الكود بشكل كويس، تقول له مثلا عايز ايه يبدأ ان هو يعمله لك. فممكن تقول له مثلا انا بدور مثلا على خاصية معينة زي مثلا محرر مقالات، ادوات الكتابة مثلا، تحدث مع البي دي اف. هترفع ملف البي دي اف وتبدأ تسأله اسئلة، فهو يستخدم قوة شات جي بي تي بس مش هيدور في النت كله، لا هيدور على الإجابة في ملف البي دي اف بس. فده أول موقع. تاني موقع اسمه كاتب، برضو فيه إمكانيات قوية زي مثلا تقول له أنا عايز أكتب مقالة معينة أو عايز أعيد كتابة مقالة معينة، يقدر نساعدك فيها. أو مثلا ده موضوع كنت بدور عليه فبدأ إن هو يكتبه. تقدر تشوف المقالة أو تقول له أنا عايز أعمل مقالة جديدة، وتختار المقالة مثلا عن مثلا الدولة السلجوقية مثلا. وتقدر تختار الداتا سورس، عايز المصادر بتاعك منين، عايز تقول له مثلا عايز اللغة العربية أو عايز أي مصادر، فيبدأ في كتابة المقالة عن الدولة السلجوقية. مش بينسخها من أي مكان، لأ ده بياخد من كذا مقالة ويدمجهم لك بشكل بحيث تبقى حاجة جديدة. بيقول لي دي الأرتيكل تايتل، تمام أهو. عايز النغمة اللي كاتب بيها الحاجة، لهجة ودية علمية. دي الخطوط الرئيسية زي ما انت شايف في ثواني كتبها، فالأداء بتاعه عالي. بيقول لك عايز تستخدم شات جي بي تي 3.5 ولا 4، اقول له ستارت رايتنج، فيبدأ بقى يكتب لك المقالة تقريبا محدود 400 ل 700 كلمة. والتلات مواقع بيدوك إمكانية إن أنت تجربهم مجانا، وبعد كده لما تشتري أو خلاص كده التجربة بتاعتك خلصت. اقول له ان اشوف الارتيكل المقاله اللي هو كتبها، فيبدا ان هو يفتح عليه. المقاله ما شاء الله منظمه ومعموله بشكل كويس جدا. طيب الموقع بقى التالت اللي هو الموقع دوت، هتلاقي فيه برضو محرر نص ذكي، يقدر ان هو يكتب لك نصوص، في حاجات افكار للتدوينات، مقدمة المدونة مثلا، خاتمة المدونة، تمام. اكتب الوصف وهو يبدأ ان هو يكتب لك المدونة بتاعتك ان شاء الله. في برضو امكانية اللي يعيد لك الصياغة، لو انت عندك مقالة يعيدها لك بشكل افضل. ممكن يساعدك في ان انت تعمل صور، في مبرمج ذكي يساعدك في البرمجة، في اليوتيوب ممكن تديله فيديو وهو يبدأ ان هو يلخصه لك. ففي شوية إمكانيات حلوة. التلات مواقع كويسين، ياريت لو في موقع تاني ما اتكلمش عنه بالعربي ياريت تبعته لنا عشان نناقشه إن شاء الله.
وقولوا لنا رايكم في التعليقات ان شاء الله.